عن التغيرات الحاصلة في العمل الإنساني، هي محاضرة ختامية تقريبا. احنا عندنا المحاضرة القادمة آخر محاضرة، وتكلمنا عن تسييس العمل الإنساني، عسكرة العمل الإنساني، تجريم العاملين في العمل الإنساني، والنزعة نحو الاحترافية، المعايير، الشهادات العلمية اللي حصلت في العمل الإنساني. وكنا حنتكلم في آخرها عن النزعة إلى توطين الاستجابة، localization في الهيومن فريم. اشتغل؟ نعم. فالدكتور هاني، أنا رفعت صوتي ولا رفعت صوتي بالمايك؟ الدكتور هاني البنا مصري بريطاني، من أحد رواد العمل الإنساني الأوائل، مؤسس الإغاثة الإسلامية من 1984، أسسها وهو طالب دراسات عليا في كلية الطب في جامعة برمنغهام. الإغاثة الإسلامية اللي هي أحد أكبر منظمات الإغاثة في العالم حاليا، ومن ذلك الوقت من نصف الثمانينات لحتى اليوم، ويقود الكثير من المبادرات في العمل الإنساني، لم تكن محدودة فقط للعمل مع الإغاثة الإسلامية، بل انطلق لأنه يعمل مبادرات أخرى أكثر وأكبر من حجم مؤسسات عمل إنساني مخصصة في العمل الإنساني. الدكتور هاني حاصل على دكتوراه في الطب، وحاصل على دكتوراه فخرية من جامعة برمنغهام، وحاصل على وسام الملكة. وأتخيل في أحد برامج وثائقية عملتها عنه قناة الجزيرة، كان اسمه الدكتور الطائر، من كثر الأماكن. لا، دكتور الطائر على الجزيرة، الجزيرة في العمل. الدكتور الطائر كانت على كم الدول، يعني أي في أيام معينة صعب جدا أنك تلتقي بدكتور هاني في برمنغهام، المكان اللي هو بيسكن فيه تقريبا الآن ل 41 سنة تقريبا، أنك صعب تلتقي فيه، لأنه الدكتور هاني دائما على الطائرة من بلد أفريقية لبلد أفريقية. حجم المبادرات اللي عملها دكتور هاني في العمل الإنساني لا أستطيع أن أحصاها، بس هي كثيرة جدا، منها المنتدى الإنساني، ومنها المسلم تشاريتي فورم، ومنها مبادرة الإيدز، إيش كان اسمها؟ لا أستطيع تذكر. لا، اسم المبادرة مش لا أتذكرها. اسم صندوق المناعة. فالمهم، لديكم فرصة. لم نتفق مع الدكتور هاني على موضوع معين، لأنه خبرة الدكتور كبيرة جدا جدا جدا، بس أتمنى أنكم تتحدثوا مع الدكتور عن المواضيع اللي طرحناها اليوم. الدكتور هاني عنده جواب لكل سؤال، سواء في تسييس العمل الإنساني سيكون له إجابة، في عسكرة العمل الإنساني. أنا عايز الدكتور هاني يتحدث لكم عن أمثلة، يعني وإحنا بنتحدث عن تسييس العمل الإنساني لديه ما يقوله عن عسكرة العمل الإنساني، وكيف أنه العمل الإنساني العسكر صار، حيحكي لكم عن أمثلة حية عن اختلاف العمل الإنساني ما قبل 11/9 وما بعد 11/9. زي ما حكيت لكم، نتصور مع أحمد ياسين في غزة سنة 94 غير أنك تتصور مع أحمد ياسين في 2002، اختلفت الدنيا. عن الاحترافية، زمان المتطوعين الجميل اللي هو الناس مش محتاجة من العمل الإنساني غير أنها تشبع إحساسها بالتطوع وبالإحساس بالآخر، لزمن بأنه الناس بتشتغل من الساعة كام للساعة كام يا دكتور؟ No limit. هذاك الزمن الجميل، الزمن الحالي أنه من 8 to 5، 8 إلى 5، 5 ونص. فالمهم، يعني الأشياء اللي تستطيع الحوار فيها مع الدكتور هاني كثيرة جدا. تفضل دكتور، تحب أقدم الطلاب قبل ما حضرتك تبدأ؟ براحتك. يعني إذا بدك أقدمهم حتى نختصر الوقت، غيث من داخل سوريا. أنا رشا، ليش بنسميك أنا سنة؟ رشا من الأردن دكتور، من المفرق. عمر جمال مصري، أكيد تعرفه. هو انتمائه لفلسطين أكثر. أنس من غزة. روبا من سوريا. روبا أند نجوى من ليبيا. بسم الله ما شاء الله. محمد من قطر. وسيم طبعا من تونس الخضراء. نسرين سوريا. محمود من فلسطين، من غزة. سارة من الأردن. بلاش أنا هلأ أضحك. وإسراء مصرية فلسطينية بأصول مصرية. إن شاء الله. تفضل دكتور.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أكون سعيد بأن أنا أقول لكم أنا دلوقتي محاط بطاقة إيجابية فعالة، يعني ممكن أخش في الحيطة وأخرج من الناحية التانية، ممكن أخش في الحيطة وأخرج منين؟ الناحية التانية. ما فيش فولاذ يوقفني وأنا في وسطكم، ما فيش قوة تمنعني وأنا في وسطكم، لأن أنتوا بتعطوني قوة إيجابية غير عادية، وده التواصل الروحي بين العاملين في العمل الإنساني. الأرواح جنود مجندة وأنت من هذه الأرواح، خدت بالك؟ وحينما تتآلف هذه الجنود تحيط هذه الأنفس بطاقة إيجابية غير عادية. فأنا دلوقتي بكلمكم ومنتهى الصراحة وأنا أقوى منكم كلكم فضل الله سبحانه وتعالى، وعندي من قوة الدفع ما أستطيع أن أتغلب معكم وأغلبكم جميعا، وأنا أصغر منكم سنا، ولكني رأيت الدنيا قبل أن ترونها. فده اللي احنا نتكلم عليه. العمل الإنساني اللي احنا نتكلم فيه مش حدوتة ومش وظيفة ومش مجرد انها ترقية، والدراسة اللي انتم بتاخدوها دلوقتي هي احدى الوسائل التي تجعلنا قادرين على احداث التغيير، احدى الوسائل. حذاري وانتم جايين من دول كلها ممتحنة، انا واخد الثانوية بتاعتي من ليبيا من بنغازي من شهداء يناير، واعشق سوريا واموت في غزة والأردن في قلبي، ومين تاني؟ قطر طبعا هي في جيبي وفي عيوني وفي كل حاجة. خش يا قطر. شكرا. فما نتحدث أما تحدث أما كلمنا على غزة، أما عشان نحس بجو غزة يعني كيفي، أما نتحدث عن ال 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 الوجود ليكم هنا، هو فأنا فعلا أسعى إليكم، أسعى إليكم. يعني أنا في الفترة اللي فاتت دي كان من أجمل الأشهر علي في حياتي كلها شهر نوفمبر، بدأت بأول رحلة لإسلام أباد، بعدين بلوشستان دي كويتا وقعدت فيها 3-4 أيام، ومن طلعت على كشمير، ومن كشمير جيت على اسطنبول، ومن اسطنبول رحت على كاميرون، ومن كاميرون رحت على جمهورية وسط أفريقيا، وقعدت يومين، بعدين نزلت بعد كده على الكويت وعلى قطر برضك، جيت هنا كان في مؤتمر بتاعكم، ونهيتها في العراق. كان شهر جميل، هتقعد تعد الأميال، تعد الأوقات، تعد الإنجازات، مش هتحصيها، لكن تعلم تمام العلم الذي يقدرك على هذا الإنجاز في عمرك الزمني، في مرحلتك الثالثة من عمرك الزمني، وكل مرحلة 33 سنة وأنا في الثالثة دلوقتي، ومرحلتك الثالثة من عمرك الزمني هو من يدعو لك. فالعمل الإنساني لكل واحد فيكم ليس وظيفة وليس شهادة، مهما قال الدكتور غسان والدكتور فلان والدكتور فلان، هو مجرد وسيلة لنا لكي نغير بها المجتمعات، لكي نقيم بها مجتمعات، لكي نبني بها قدرات من يستطيعون أن يبذلون معنا الجهد. هو وسيلة. عمر الشهادة اللي احنا أخذناها زي ما كان الدكتور غسان بيتكلم هي الغاية، أبدا غايتنا لا تنتهي إلى أن تنتهي مرحلتنا في العيش في داخل هذه المعمورة، فتقابل الله سبحانه وتعالى بما قدمت، بما قدمت، ها، بما قدمت، وما تقدمينه وما تقدمونه هو شهادة الفقراء والمساكين لنا، شهادة المحتاجين لنا، شهادة الغرباء والنازحين واللاجئين لنا، هم الذين يشهدون لنا، لا معهد قطر ولا جامعة برمنغهام ولا أي حد. هذا الفقير وهذه الأرملة وهذا المسكين وهذا وهذه اليتيمة هم الشهداء لنا، وهم من سيدفعون عنا أمام الله يوم القيامة، وسيدفعون عنا البلاء في الدنيا في صحتنا
وفي أموالنا وفي أولادنا وفي أذهاننا إلى آخره. فأنا حينما أتحدث معكم لا أريد فيكم ولا واحد ولا واحد. وأنا بقول لكم أنا مشحون دلوقتي بقوة إيجابية منكم أنتم. شوف أنا قاعد باخد بصة تقعد بتنمل بس هي بيعملوا كده ها ويضحكوا عليك وياخدوا فلوس بعد كده. حبة قوة هنا لو سمحت. ها؟ حبة قوة احدفي احدفي. فلذلك أنت في خير عظيم إن علمت على ماذا ستكون رسالتك. العمل الإنساني رسالة ومهمة وليس وظيفة وعلاوة. اللي عايز ياخد فيكم عمل إنساني عشان ياخد له وظيفة وأنا مؤاخذة الشباك مفتوح والباب مفتوح والشهادة اللي هتاخدها ولا تساوي 3 مليم ولا تساوي. ياما ناس واخدين دكتوراه قيمتهم في الحياة لا تساوي إلا صفر على الشمال ولا صفر على اليمين. اجعل الدكتوراه واجعل العلم وسيلة لكي يرضى عنك المستفيد أو اللي هو اللاجئ والشريد فيرضى عنك الله سبحانه وتعالى. ده العمل الإنساني. ده العمل الإنساني. مشينا وبعدنا قمنا أو قعدنا هو ده العمل الإنساني. العمل الإنساني محور لتغيير حياة الشعوب إلى الأحسن. ها؟ وإلى الأفعل نفعل فيه الشباب. الشباب دلوقتي أما أتكلم أنا وأنا جاي من باكستان في 107 مليون شاب في باكستان. 107 مليون بلد واحدة بس. هنعمل فيهم إزاي هم في سنكم؟ إيه برنامجنا ليهم؟ إيه رؤيتنا ليهم؟ هل هم دول هيكونوا الأسد بتاع باكستان ولا لا؟ أم هيكونوا أدوات مدمرة لمجتمع والمجتمعات اللي حوله؟ عدد الشباب اللي موجودين في العالم العربي كله ما لا يقل عن 150 ل 200 مليون شاب زيكم. هنعمل بيهم ايه؟ لابد ان نبني بيهم حضارة ونبني بيهم نهضة ونبني بيهم امة ونبني بيهم علوم ونبني بيهم معرفيات ونبني بيهم حلول ونبني بيهم قيادات ونبني بيهم مجتمعات ودول ونحارب بيهم الارهاب والتطرف والرجعية الى اخره الى اخره. ها؟ فلذلك لما ننظر إلى ما نتعلمه من علم لابد أن يكون وسيلة لبناء مجتمع. وما أتى الرسل عليهم السلام أجمعين صلى الله عليه وسلم أجمعين إلا لبناء المجتمعات. بناء المجتمعات في كل مكان. كنت أنا بتكلم في العراق عن إيه؟ عن دولة اللي هي الميسوبوتاميا بيسموها إيه؟ اللي بين النهرين. أنتم أصحاب أول مجتمع بنية في العالم. وأنتم أصحاب الكتابة كعرب في هذه المنطقة اللي ما بين الرافدين. وأنتم أصحاب الحضارات دي كلها. فإزاي نوصل اللي احنا وصلنا له ده؟ إزاي؟ أنا قلبي بيوجعني وأنا بكلمكم. إزاي؟ إزاي يقيموا حضارات على ضفاف الأنهار وحضارات راسخة وثابتة وقائمة إلى يوم الدين وإحنا شفناها وإحنا شباب ضايعين ليه؟ ليه؟ ده السؤال المحوري اللي تحولوا فيه رسالتكم إلى عمل منهجي نستطيع أن نقيم به المجتمعات. احنا عندنا حصيلة كبيرة جدا من العلم بس ما عندنا ثقة في أنفسنا. الثقة من الإيمان. كلما ازددنا إيماننا بربنا، إيماننا بمجتمعنا، إيماننا بقيمنا، إيماننا بثقافتنا، إيماننا بتاريخنا، إيماننا بحضرتنا، استطعنا أن نقف على أرض صلبة لكي نستطيع أن نغير بها مجتمعنا والمجتمعات الأخرى إيجابيا. أنتم هؤلاء. أنا في المرحلة العمرية الثالثة من عمري مش هعيش زي ما أنتم عشتم لكن حذاري 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 أن لا تفعلوا ما عجزنا أن نفعله. حذاري 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 أن لا تعلوا بناء نهضة الأمم التي أخفقنا في إعلاء بنائها. حذاري أن تخدعنا المراكز وتخدعنا الألقاب وتخدعنا الأموال. حذاري
اعظم من يستطيع ان يدعمكم هو الفقير. اعظم من يستطيع ان يقف ليدافع عنكم هو الفقير. لذلك حينما نجعل من انفسنا القائمين القائم على الامرار المسكين كالمجاهد الذي لا القائم الذي لا يفتر والصائم الذي لا يفطر. شفتوا قد ايه بقى انت بتقيم الليل ولا تتعبي وانت بتصوم النهار والليل ولا تفطر. هذا ان اقمت نفسك ها على حاجه المسكين وحاجه الارمل اللي هو العمل الانساني اللي بيتكلم عنه اخونا غسان. العمل الانساني وسيله مهمه جدا لدخول الجنه، وسيله مهمه جدا لرضاء الله سبحانه وتعالى، وسيله مهمه جدا لبناء المجتمعات. ابعاد العمل الانساني متباينه ومتمايزه، تستطيع ان نبني منها رئيسا للجمهوريه، ونستطيع ان نبني منها وزيرا، ونستطيع ان نبني منها استاذا، ونستطيع ان نبني حكيما الى اخره الى اخره. ده العمل اللي انتم مكلفين ان تقوموا به بعد ما ننتهي من الدراسه في العام القادم ان شاء الله. اكمل؟ تفضل دكتور. طيب احنا تفضل مش حابب تبدا حتى؟ لا انا كده حلو. الان يعني دكتور يعني حاب انه يحكي فيكم ويرفع معنوياتكم ويدخلكم على السبيرت تبعت العمل الانساني، بس احنا اهم حاجه ما بدنا نضيع الفرصه مع الدكتور انه نطرح عليه تساؤلات اللي تعكس كل اللي تعلمناه معانا. يعني بعض الوقت نطرح عليك تساؤلات دكتور. عليا اها تفضل يا وسيم. خليك خفيف عليا يا وسيم انت. اها بدنا الكلام اللي حكيناه اليوم دكتور هاني لديه قصه على كل يعني يعطيكم امثله ان شاء الله ان شاء الله على كل شيء. تكلمنا على الكافلتي هيونيتيريان ايد، الناس اللي في نيروبي اها والناس بتموت في الصومال. نعم على المقاهي على كوستا ريليف اذا بنسميها. تكلمنا عن كيف الناس زمان كانت تتباهى بانها تتصور مع المجاهدين في افغانستان، بعد كده صارت تصور مع المجاهدين داخل السجن. بتدخل السجن. تكلمنا عن كيف صعوبه مع هذا العصر اللي احنا بنعيش فيه انه الناس تتحاشى انها تعمل في اماكن صعبه. لانه بخاف الواحد من انه المؤسسه تعاقبه، انه الامم المتحده تعاقبه، انه بعد كده يعرض للمساءله القانونيه بعد عودته الى بلاده. سواء في الميدل ايست او سواء في اوروبا والولايات المتحده. فلدينا الكثير 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 من الاشياء اللي ممكن يتساءلوا عليها. فاذا تفضل دكتور نبدا فيك وسيم. تفضل. وجه العمل الإنساني بعد قوانين الإرهاب، يعني من خلال خبرتكم الميدانية كيف أثرت الحرب على الإرهاب على واقع العمل الإنساني ويعني مؤسسة العمل الإنساني سواء الأممية أو المحلية؟ هو الحرب على الإرهاب حرب يعني لا تعرف أولها من آخرها، لأنه لا يوجد اتفاق ضمني على تعريف الإرهاب. يعني فاحنا داخلين في حارة اسمها حارة الفنكوش. الفنكوش هو ان انت ماشي بتحارب شيء انت مش عارف هو ايه. حارة اللعب الاقوى. بغض النظر هي حارة انا مسميها حارة ليه؟ انت مش عارف المنتج ايه. يعني عادل امام لما كان في الفيلم بتاع اللي هو بنتكلم عنه ده قال له يا اخي اعمل اي منتج وسميه فنكوش. كفاية انك بعت شيء مش موجود لناس ما بتفهمش. شوف قد ايه انا بتكلم على ايه؟ أنا بتكلم عن حوار راقي في مشهد درامي لواقع حقيقي مؤلم الآن بعد الفيلم ده متعامل بعشرين سنة. أنا مش هكون فنكوش. أنا أقول لك الحرب على الإرهاب قود إن لم يكن كل فأغلب العمل للمؤسسات العربية والإسلامية اللي اسمها إسلامي. وإحنا داخلين في هذه المساجلات لدرجة إن إحنا في يوم من الأيام في 2003 أو 2004 انا عملنا انفنتنج لحاجه اسمها ARM ذا مسلم تشاريتي. وات داز ات مين؟ يعني A allow R regulate M monitor.
انت وانت بتمنعني ان انا احول اموالي والنهارده اتش اس بي سي واتش بي بي سي والحاجات دي تقفل تقفل حساباتي انا وتفضحني وتشلني زي ما هم عاملين مع بعض المؤسسات الفلسطينيه في بريطانيا. لماذا ما فيش ولا مؤسسه من دي يعني ثبت عليها انها ارهابيه على الاطلاق على الاطلاق؟ فليه البنوك تقفل الحسابات بتاعتها الا انها حرب فنكوشيه لكي يقودوا قوه العمل الانساني اللي خارج بثقافه مختلفه جديده؟ دي نمره واحد. ولا الان المعركه دي قائمه او اللي هو المساجلات دي قائمه ولابد يكون لها حل، لابد للدول نتقف وقفه رجل واحد لكي نستطيع ان نخرج ابنائنا من الامه العربيه لكي يكون لهم دور انساني رائد على مستوى العالم. لماذا تكون هناك في احاديه في الفكر واحاديه في ثقافه العمل الانساني واحاديه في تطبيق العمل الانساني؟ انا عندي ثقافه انسانيه، انا عندي قيم انسانيه تعبر عن قيمي وتعبر عن تاريخي وتعبر عن حضارتي وتعبر عن ثقافتي وتعبر عن ديني. لماذا لا اصبح انا قائدا عالميا وتتبعني انا كما كنت انا تابعا لك بالامس؟ ده المحور الاساسي، ان احنا كابناء لامه عربيه وامه اسلاميه لابد ان نضع هذه الاطر لكي نستطيع ان نغير هذه السياسات اللي بتتحكم فيها بعض الدول. دي نمره واحد. العمل في المناطق الصراعات ليس لكل واحد حيفهمها، وذلك انا بأحذر المؤسسات الصغيره اللي رايحه تشتغل في مناطق فيها صراعات مسلحه انها تتوخى الحذر، لان الداخل مفقود والخارج مولود، واللي بيكتب عنك تقارير بسم الله ما شاء الله. انا دعيت كذا مره ان انا اخش سوريا من 4-5 سنين، رفضت، اما كان بباب مفتوحه رفضت، قلت لهم لا يمكن هخشها، ليه؟ هيطلعوا صورتي فوتوشوب في اي حته عادي. دلوقتي انا ممكن اقول لهم انا عايز اخش سوريا، وطبعا طلبت ان اخش سوريا عن طريق دمشق، ما جاليش التصريح، وقلت بقول لهم لو انا هخش لازم يجي تصريح امني. لما رحت بلوشستان في باكستان، تصريح الامن عشان اخش بلوشستان خدت 3.5 شهور، لان ده بيكلم ده بيكلم ده بيكلم ده عشان يطلع لك انت كليرنس. فلذلك العمل الانساني مهم جدا، والحرب عليه مهمه جدا جدا جدا، ولابد احنا ندرك عظمه وقيمه هذا العمل لكي لا نخطئ. فلزاما علينا الا نخطئ بنيه حسنه في العمل الانساني، خاصه في مناطق الصراعات، سواء كانت زمان في الشيشان او دلوقتي في غزه او دلوقتي في سوريا او في اليمن او الى اخره. حذاري لاي شاب منكم انتم ينزل كده بعفويته واريحيته دون ان يحتاط لمن يروه ومن يسمعونه، فيخطئ خطا به عن بسيط، يعني تقفل المؤسسه، لان اللي بياخد القرار رجل فنكوشي يضع الفناكيش كقوانين، فلا نعرف كيف نفنكش او نتفنكش. فهمت حاجه؟ انت طبعا فاهمه كل حاجه، انا اللي مش فاهم. ما انا فهمت يبقى انت ايه تفهم؟ ما انت قصدك انه في الاخر انه احنا ما ننزل طالما في قواعد اللعبه واحنا مش عارفين ايش، طالما ما في قواعد اللعبه سوري واحنا مش عارفين اي شيء فيها، فالافضل ان احنا نتوخى الحذر، خصوصا ان احنا ممكن دافعنا كشباب ننزل على هذا الفعل، واحنا حابين انه نساهم، لكن احنا في الاخر ما عندناش اي درايه يعني خلي بالك، في مناطق الصراعات هي مناطق استخبارات، مناطق امنيه بدرجه اولى، ومناطق تنظيمات مسلحة إلى آخره. بس في أخونا هنا الأبلة؟ لا هي بنفس الموقع عشان هيك بس. دكتور عندي 3 أسئلة بس حاطيك نفس سؤالين. طيب. ما بدي أجي أجمل عكس الفائدة يعني. دكتور السؤال الأول بتمنى يعني يكون هيك الإجابة هيك تكون شافية إن شاء الله. القضايا العادلة في العالم ولتكن قضية الفلسطينيين وقضية السورية، كيف ممكن للعمل الإنساني أقصى شيء ممكن يقدمه لها في سبيل النهوض أو في سبيل النصرة؟ طيب، أول حاجة لا تتخلى عن المناصرة للأدفوكاسي، اللي احنا بلا استثناء أغلب مؤسساتنا إن لم تكن كلها ضعيفة جدا 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 فيما نقول عنه الأدفوكاسي، ولا نصف عنها الأموال. تيجي الأموال لسوريا أكل شرب نايم إيه لبس، نقول لهم أدفوكاسي يعني إيه أدفوكاسي؟ منصرة يعني إيه منصرة؟ ريسيرش يعني ايه ريسيرش؟ ابحاث. فده الخطوره، ان احنا عندنا قضايا عادله مش بس في فلسطين وفي سوريا، في اماكن كتيره جدا،
لكن كيف ندافع عنها أمام المجتمع الدولي أمام المجتمعات الأخرى؟ ضعاف 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 ضعاف، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، علينا ألا نشغل بالنا فقط بالتأكيل والتشريب اللي هو الهيماتين ريسبونس. وأنا في نظريتي يمكن دكتور غسان كنت معاه من سنتين إن أنا عايز أخد 30%، وأنا بقول لك هو وأنا أحاسب هذا أمام الله سبحانه وتعالى فقهيا اجتماعيا، لأن أنا فقيه مجتمعي ولست فقيه شرعي، إن أنا أخد 30% من هذه الأموال اللي هي الماتيريال ريسبونس اللي هو الإغاثة العاجلة، أبني بها المجتمعات وأبني بها القدرات وأبتدي عمل التنموي في المناطق اللي ما فيهاش حروب. ولابد أن نعلم وننور ونرفع وعي المتبرع إن ده إذا ما كنتش أنا صرفتهم على المجتمعات المحلية علشان أبنيها، 70% أو 25% منها هتضيع. واخد بالك؟ دي نمرة إيه دي؟ فأنا عايز أمشي دلوقتي وانا في عز المعمعة بتاعة اللي هي الحرب والحاجات دي كلها، ان انا اقول لهم لا انا هاخد 20-30% ابني بها اغاثة بنسميها متنوعة او متميزة لبناء قدرات المجتمعات المحلية، لبناء الجمعيات، لبناء المجتمع المدني، وكذلك البدء في عمل تنموي في منطقة ما فيهاش حرب. ده فكري انا الشخصي عشان اغير. ما انا اتكلمت عن الادفوكاسي للمناصرة، كلمنا عن الابحاث. ما فيش دوله في العالم انا مؤسسه دوليه معايا هتيجي تستمع لك كخطبه ابدا، تقول لك هات ما عندك، ايه الارقام بتاعتك، ايه الاحصائيات بتاعتك. الامر الرابع اللي هي ثينك تانك، يعني ايه بالعربي اللي هو المراكز الفكريه والنقاشين، ما عندناش. كيف انت هتطلع افكار جديده من غير ما تنمي ها مثل هذه او تنضجها داخل مؤسسات ليها؟ ده الامر الخامس، لابد ان نؤمن باننا علينا ان نبني مجتمع مدني ومؤسسات مجتمع مدني، وان نجعل كل مواطن قادر على ان يبني مؤسسته وينعم من خلالها بتحقيق اهدافه لخدمه المجتمع. يبقى عندك خمسه، البحث والمناصره واستقطاع جزء من الاغاثه اللي هي العاجله، واللي هو اللي انا قلتها في الاخر ايه، المجتمع المدني وابناء المحليات. خلاص؟ الأخت وبعدين الأخت. الأخت وبعدين الأخت، حاضر. أولا بشكرك يعني دكتور على حضورك اليوم. سؤال إحصائي، يعني دائما ما يتم توجيه أصابع الاتهام لمنظمات الإغاثة، مش بس الإغاثة الإسلامية لكن بشكل عام الإغاثة اللي هي الفيث بيست على الإسلام، إنه في قيادات يعني تنتمي لأحزاب سياسية دائما ما تتولى المناصب العليا في منظمات الإغاثة الإسلامية. إلى أي مدى يعني وانتماء برضو يعني خلينا نحكي الدعم دائما اللي يأتي لهذه المنظمات هو كل من دول لها نفس الانتماءات السياسية لهذه القيادات، إلى أي مدى تقيم يعني حيادية المنظمات الإغاثة الإسلامية مقارنة بالمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة؟ هو الحيادية، بس في حيادية تانية اسمها إيه؟ نيوتراليتي وإمبارشاليتي. عدم الحياز من حدية، دول أمرين يعني صعب تحقيقهم في كل المؤسسات حتى المؤسسات الغربية، لأن أنا كمؤسسة غربية عندي فكر بتاعي عايز أنشره، عندي الثقافة بتاعتي عايز أنشره، ما نسميها ثقافة المانح. ثقافة المانح لا تقتصر على مانح غربي أو مانح شرقي أو مانح من مؤسسة أو مانح من حكومة. كل حكومة من الحكومات عندها دائرة تنموية، زي ما احنا عارفين دور ذكر اسماء هذه الدوائر التنموية اللي بتاخد منها اموال، بتنفذ السياسة الخارجية لحكومتها. ففين الحيادية؟ فين الايه اللي هو عدم الانحياز؟ فلما ننظر احنا في معايير انسانية لابد نتوقيها، وبل اننا ما نضعش من هم على رؤوس عمل سياسي على الاطلاق، او عمل زي ما كان الدكتور غسان بيتكلم، او عمل ديني دعوي فاقي على الاطلاق في قياده مثل هذه المؤسسات. ونفصل، انا بفصل ما بين الدعوه وما بين العمل الانساني. العمل الانساني هو دعوه لبناء المجتمعات، هو دعوه للايمان بقيم وثقافه واخلاقيات المجتمعات، هو دعوه للحفاظ على طريق مثل هذه المجتمعات. فلذلك انا بتكلم عن ايه، انا بتكلم عن في تسييس العمل الإنساني مرفوض ومرفوض ومرفوض. عسكرة العمل الإنساني احنا في دهاد من 10 سنين قلنا مرفوض ومرفوض ومرفوض.
كسيكيوريتيزيشن يعني كون العمل الانساني يتبع جهه امنيه مرفوض ومرفوض ومرفوض. لماذا؟ لان انا بخلط الحبل بالنابل. يعني ما بضرب المثل في افغانستان لما كان في بعض الجهات العسكريه تريد ان تذهب معنا رفضنا ابدا. ليه؟ انت هتركب راكب مدني النهارده معانا، تاني يوم هتركب حاجه ثانيه، انا مش عايز فلوسكم، الف سلامه. في احد الدول دون ذكر اسماء واحنا في باكستان قالوا نديكم فلوس بس نتصور معاكم، قلنا لهم لا، المكاتب بتاعتنا هتتفجر في افغانستان، مع السلامه. لابد يكون لك شخصيه اعتباريه فيها حيثيه تقولي لا لا، يعني لا. وده اللي بيحافظ على حياديتك واللي بيحافظ على اللي هو عدم انحيازك للمال. فانحاز دايما للفقير، واللي في مصلحة الفقير هو اللي هينجحك في الآخر. فأنا بقول لك، أنا بقولها وقلتها قبل كده كذا مرة وحقولك 50 مرة، لأن لو أنا عسكرت العمل الإنساني هيبقى العمل الإنساني والعاملين الإنسانيين تارجت لكل الجماعات اللي هي بيحط عليها علامة استفهام في مناطق الصراعات المسلحة في أي مكان في العالم. فأنا لا، فأنا حنقى بنفسي عن العسكرة وعن ان انا اتبع جهه سياسيه او اتبع جهه كذا كذا كذا، لانها بتعطل العمل. وننصح مثل هذه المؤسسات جزاكم الله خير، اخرج مش محتاجينك، اخرج مش محتاجينك، اخرج مش اخرجي مش محتاجينك، لانك هتضري العمل في واقع الاسلاموفوبيا اللي احنا عايشينه دلوقتي، وفي واقع الحرب على الارهاب اللي احنا عايشينه دلوقتي، وفي واقع الحرب على كل شيء. فلذلك إن أردت أن تنقي بالعمل الإنساني فحيديه عن بعض هالناس وجزاكم الله خير، وعطي القيادة للشباب الصغير عشان يقود العمل الإنساني بفكر جديد. تفضلي. نحتاج الى جمعيه. هل احنا مجتمعين عشان انه احنا نقابل هاي الاحاديه؟ حتى دور المناظرين العرب دائما حتى لما بيحاولوا انه بجهودهم الخاصه انهم يكتبوا في مجال ما او ينظروا لمشكله ما او يحاولوا انهم يحلوا مشكله ما، بتلاقيهم انهم فعليا لا يستطيعوا ذلك، بل بالعكس انهم بيخرجوا بيطفوا على السطح بدون ما ينزلوا لاصل المشكله او يعبوها بشكل مستقل. فاعتقد انه لو احنا فعليا بدنا نواجه الاحاديه عن جد انه احنا بحاجه لجمعيه، لكن هذا لا تشأل. انت بحاجه الى ما نسميه ائتلافات ومنتديات واتحادات وبناء شبكات، ده اللي احنا بحاجه ليه. احنا عندنا الاف الجمعيات، الاف الجمعيات. لما احنا بدانا في 84 زي ما الدكتور غسان بيتكلم ما كانش في جمعيه اسلاميه انسانيه دوليه في اوروبا كلها، كان في واحده او اثنين في امريكا ولسه مش موجود، مش عارف موجودين ولا مش موجودين. لكن احنا وصلنا لمرحله دلوقتي لابد نبني ائتلافات بيننا وبين بعضنا عشان الابحاث اللي بتتكلم عنها دي تستطيع انها يكون لها قوه. تعرف احنا مشكلتنا ايه يا اخت اسراء؟ مش اسراء؟ اسراء. يا اخت اسراء، ان احنا بنيجي هنا، هو هات لي عند كوش البتاع اللي بتكتبوا بيها دي، مفيش. طب مش مشكله، ان احنا بنيجي عشان نطلع ستيتمنت، نطلع تصريح، ما بنستشيرش اللي حوالينا من الجمعيات. فاحنا عايزين نعمل سبق صحفي لينا احنا عشان جمعيتنا تكون هي الرائده. غلط قرارك، واللي هو اللي هو السبق اللي هو الستيتمنت ده مش هيغير في الامر شيء. لما اتعلمنا وكان الدكتور غسان دايما يعلمنا الامر ده، اشيلوا علينا اي ارقام، فبنبعت التصريح الصحفي بتاعنا ل 50 60 جمعيه دوليه، يتأخر أسبوع أسبوعين ثلاثة عشان كل واحدة فيهم تمضي عليها وتعدل فيها، فيطلع البرنامج بتاعتك أو التصريح بتاعك مضي عليه 50 جمعية. هنا رأيك هيسمع. لما تعملي مؤتمر، ها، مش مهم إنك تعملي مؤتمر باسمك، المهم إنك تعملي مؤتمر يكون لك فيه شركاء. عملنا مؤتمر السنة اللي فاتت الدكتور غسان عارف عنه في بريطانيا أيضا، كان فيه 35 شريك، أقل شريك كان أكبر من المؤسسة اللي هي صاحبة فكرة المؤتمر.
لكن قولك لانهم حسوا انك بتديهم الارضيه بتديهم ملكيه لفكره المؤتمر. خدت بالك؟ فبناء الشراكات بناء التحالفات يعني اللي انقذ الاغاثه الاسلاميه في 2001 ان احنا فتحنا الابواب 10 سنين قبل 2001 ما تيجي من ايام حرب البوسنه. دخلنا على المؤتمرات قعدنا مع ده كلمنا ده كذا كذا كذا, كذا. فلما جت 2001 ما عرفوش يقصوها. انا كان في ناس يعرفوكي اول تنتظر لما الحدث الاليم يحصل وتبدا الشراكات. الشراكه تبدا من يوم ما تبداي في العمل الانساني تعرفي انك لن تكوني قادره على احداث اي تغيير وحدك مهما عظمت يا اخ مهما عظمت ميزانيتك. لو كان ميزانيتك مليار دولار ولا تسوي شيء, وانا بقول لك ولا تسوي شيء. تحالفاتك مع من يتحدثون عنك في مجالسهم الخاصة هي التي تدفع عنك الأذى. ها؟ النتوركينج والكوميونيكيشن والنتوركينج والبارتنرشيب والكوليشن. بس والله احنا مغفلين جانب كتير مهم اللي هو الجانب السياسي. يعني انت بتتحدث عن قوة. ها؟ الجانب السياسي هيؤثر في تحالفاتك مع المؤسسات الإنسانية. حتى عليك نفسك. سؤال يا دكتور مش على النقاش. طيب خلاص. الأخت اللي هنا. سؤالي دكتور, حضرتك في بداية حديثك أشرت إلى أن الاحترافية أو البروفيشناليزم مش شيء شرط أساسي, وأنت في نفس الوقت كنت من مؤسسين تحويل العمل الإنساني لعمل مؤسسي في الإسلامك ريليف وحاليا في المنتدى الإسلامي. هذا كل عمل هو يعني سميناها تسمية ثانية مؤسساتي, بس هو أساسها الاحترافية. كيف ممكن يعني نأسس عمل مؤسسي بدون أكاديميا أن هو يكون في اكاديميات وتدريس وشهادات؟ وانتم لما بداتوا في العمل المؤسسي كيف كنتوا في الهايرنج بوليسيز بالذات تقيموا في الاشخاص محترفين او لا؟ احنا مرينا في المسيره من الصفر. يعني مسيره ايه؟ مسيره ان انا كنت بشيل الزباله والملابس القديمه وكذا, وما كانش عندنا مكتب, وتعلمنا باي ديفولت الاخطاء بتاعتنا. اخطاء كان ممكن تقفل المؤسسه, واخطاء حافظت على المؤسسه وانجازات عملناها. فاحنا مشينا من الصفر, واخد بالك؟ فاللي بيمشي من الصفر ده مفروض يرجع بعد كده هو يقول لا ده مفروض اللي احنا اخطأنا فيه انتم ما تخطئوش فيه. العمل الاكاديمي مهم. لماذا؟ لان هو بيكون جزء من صناعه القرار او التاثير على صناعه القرار. ما حدش هيجي يسمع لك لحكومه ولا مؤسسه دوليه الا ما يكون عندك ورقه اكاديميه بناء على النيدز اسيسمنت بتاعتك او القضيه بتاعتك انت نفسها. فبالتالي انت بتحولي فكره المعاناه في بلد ما او فكره اللجوء او فكره النزوح او فكره كذا 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 الى ورقه بحثيه انا مش عارف اعملها. فلابد اتحالف مع جهه اكاديميه, جامعه او مركز ابحاث زي مثلا المركز عندنا هنا. فالاكاديميات احنا نغفلها, وده من اساس انكفائنا اللي هو بنسميه الانكفاء الفكري في العالم العربي, ان احنا لا نؤمن بالابحاث ولا نؤمن بالاكاديميين ونتريق عليهم. لا, انا عايزهم لان هم بيعملوا شيء انا مش عارف اعمله. فلذلك تحويل الفزعه الانسانيه اللي احنا قمنا بها من 35 سنه الى عمل مؤسسه ده واجب, ده فرض عين. لان انا لما كنت في ايامي صليت على النبي عليه الصلاه والسلام كان ساعتها الدنيا ربيع والجو بديع, سلمني على كل المواضيع من سعاد حسني مش كده؟ ها؟ يا واد تقيل. انت الواد تقيل بقى, واد تقيل تدفع الشيك. لا سكر من غير فلوس, لا مش من غير سكر ممكن يعني. فلما ننظر للمثل في الثمانينات كان الحرب على الارهاب مش شبه مش موجوده, الاسلاموفوبيا كانت صغيره, تصنيف الناس كان كذا 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 كذا. حاليا زي ما الدكتور غسان كان بيتكلم في الاول, لابد انت تكوني عارفه انت تتعامل ان انت العالم اللي انت عايشه فيه ابعاده واخطاره هي ايه. فما ينفعش اللي احنا عملناه في الثمانينات نعمله بالظبط في الالفيه دي او ما بعد. لكن 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 فرض عين علينا ان نذهب لكل المحافل الدوليه لنتعلم ثم تسمع ارائنا. لما احنا في المؤسسه اللي انا كنت فيها قبل كده والدكتور غسان صغيرها كنا بنروح نسمع, قعدنا نسمع 3 4 سنين قبل ما بدانا نتكلم, وبعدين بدانا نؤثر على القرار, وبعدين بقى كنا شباب من الشباب شغالين في مثل هذه المؤسسات وهكذا. فشوف المسيره ماشيه ازاي. خد بالك, من السماع للمشاركه لاطراح الاراء لابداء الاراء لعمل المبادرات لافراز قيادات تكون موجوده في مثل هذه المنتدى اللي نتكلم عنها.
في زمن ايه؟ في زمن الهوايه افضل ولا في زمن الاحتراف؟ وجعت قلبي. طبعا انا لما بتكلم على الثمانينات ما كانش عندنا دي الروح اللي احنا فقدناها. احنا المفروض يكون عندنا العمل الانساني او العمل المؤسسي زي العجله اللي هي ليها البايسكل، ليها ايه؟ ليها عجلتين، عجله فيها الروح والقيم والاخلاق والثقافه، وعجله فيها اللي بتتكلم عنها الاستراكشر والبوليسي والبروسيجر والحاجات دي كلها. احنا وللاسف ماشيين ورا الاستراكشر. لما دخلنا في الحرفيه اهتمنا بالاستراكشر والبوليسي والبروسيجر ونسينا الروح ونسينا الخيم. تعرف تيجي منين يا اخت نجوى؟ تعرف تيجي منين يا اخت نجوى؟ بتيجي من انت لما تقعدي مع امراه ارمله وتبتسم في وجهك ابتسامه بترفع روحك المعنويه للسماء. مش هتلاقيها دي في البوليسي والبروسيجرز. لابد واحنا بنأسس المؤسسه بتاعتنا، ادي العجله اهي واصرف عليها اكس، وادي العجله الثانيه واصرف عليها واي، والاثنين يمشوا مع بعض عشان تستطيعي تحافظي على الروح داخل الجسد. الجسد بتاعي ستراكشر، في رجلين وفي ايدين وفي دم وفي قلب وكذا 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 وكذا، فنفخنا فيه من روحنا، من غير الروح ميت. مش كده؟ مش احنا عارفين كده لما ابليس دخل وتفرج على سيدنا ادم وهو على يعني لسه قبل ان ربنا سبحانه ينفخ فيه الروح ما بيتحركش. فالروح اللي انت هتحطيها دي دخلت في كل جزيء من ذره او كل يعني نيوكلس يعني نواف داخل الذره دي علشان تحرك جسد سيدنا ادم، فيتحرك الاستراكشر بتاع المؤسسه بروح المؤسسه. اذا لم تستثمري في روح المؤسسه هتبقى المؤسسه دورمنت، نايمه كده وصعب انك تحركيها. ودي وده التحدي. هتقولي بقى بروفيشناليزم، تعرف بروفيشناليزم معناها ايه؟ يعني اللي هو الحرفيه معناها الالتزام بالاداء، معناها الالتزام بالمعايير، معناها الالتزام بالاخلاق، معناها الالتزام بالروح، معناها الالتزام بالثقافه، معناها احترام للفقير والمرأة والمسكين. كل هذه الاحترامات هي الحرفيه. انا ازاي هخش عليكي واقول لك كده انت شكلك مش عجباني؟ ليه انا بلبس اللبس ده في بلدي وعايشه كده بقالي 500 سنه؟ مين انت عشان تيجي تقول لي شكل؟ ومين انت عشان تيجي يعني تعرف انا بقول لك ايه؟ انا قلتها ايه؟ الناس اللي بيجي يغيروا ثقافة المحتاج، تغيير ثقافة المحتاج هي تعتبر في نظري أنا جريمة ضد الإنسانية. إن هو محتاج فتيجي تغير دينه أو تيجي تغير عقيدته أو تيجي تغير ثقافة، مرفوض ومرفوض ومرفوض. فأنت كعاملة إنسانية لابد تحافظي على الروح اللي هي تجعل من عملك المؤسسي شيء له قيمة. وزرع لا يندب معينه. واضح يا نجوى؟ طيب في اخونا تاني. انت منين؟ ما هو بتوع غزه دول يعني الحمد لله. وانت معاه؟ لا انا مش وانا من غزه. طب اتفضل. وبعدين هي اختنا ولا هي تخش الاول عشان انت اتكلمت قبل كده؟ اتفضلي. عايز تقول حاجه؟ وجاي الدكتور لو تبدا بالتاريخ، يعني مش التاريخ عملي، يعني العمل الانساني الثمانينات ربطه بالمستقبل. حاضر. حاضر حاضر. طيب احنا بدانا في الثمانينات ما فيش اي ميزانيه، ما فيش اي ميزانيه، هوصل لك دلوقتي. ما فيش اي ميزانيه، ما فيش مكتب، ما فيش كرسي، ما فيش تليفون، ما فيش فاكس، ما فيش كمبيوتر. الحمد لله كان في البيئه البني ادمين على الاقل. مفيش حاجة خالص إلا عنوان. كنا بنمشي في الشوارع بإيدينا ورجلينا. كانت زوجاتنا في البيوت بتكتب اللي هي إيه؟ النداءات بتاعتنا. كان في أخت فلسطينية وأخ فلسطيني معايا، يعني هو من أصل فلسطيني لكن علاقة جنسية. هو كان ماسك المال وأنا كنت ماسك البق اللسان، وزوجته كانت هي ماسكة اللي هي الأسواق الخيرية. كنا بنمشي في الشوارع نعدي على الدكاكين، بنخبط على البيبان، نوزع الاوراق واحنا بندرس في الدكتوراه. هو كان في الكيمياء وانا كنت في الايه. ده العمل بدأناه ازاي. العمل بيتطور مع تطور المجتمع. حذاري
انك المجتمع تطور وعملك يبقى ايه راكد حذاري، هتبقى انت في معزل عن المجتمع على الاطلاق، معزل مطلق عن المجتمع. فكل ما بتمشي بترتقي. يعني مثلا احنا بدأنا نهتم بالماليات والحاجات دي امتى؟ في منتصف التسعينات لما حصلت لنا مشاكل، فأسسنا إدارة قوية جدا للمال، ثم دخلنا في التنمية، ثم دخلنا. فكل يوم انت بتشوف المجتمع في ايه تتطوري معه. حاليا الثورة المعلوماتية اللي عندك وقوة أداء الشباب على الأرض هو ده اللي ممكن تستفيدي منه، واخد بالك؟ سرعة حركة الشباب لابد انت توجهيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم يعني اقول انا ايه اقول مش عايز اقول الكلمة البلدي اللي انا كنت بقولها لا في حاجة تانية انا هقولها بس ما تزعلوش مني. انا زي الام ارضع ابني، فالرضاعة دي بديله كل الجين بتاع الخبرة بتاعتي، لان انا عندي في العمل الانساني انت عندك 40 سنة، انت عندك 50 سنة، انا عندي 30 سنة، لابد ده انت تاخديه في معايشة، تاخديه في سفر، تاخديه في لقاءات، تاخديه في اسئلة، عشان ما تعمليش الاخطاء اللي انا عملتها من 40 سنة. بالتالي في عصرك اللي هو التكنولوجي ده يبقى انت واقف على ارض صلبة، عارفة كيف بنيت المؤسسات من الصفر وكيف ترتقي أنت بهذه المؤسسات في العصر التكنولوجي إلى القمة، ويكون لك رأي ويكون لك مهم جدا يا أخت سارة وإسراء ونجوى ومن تاني نسرين روبا رشا دي رشا، عارف رشا أحمد حلمي برضك تعال ليه أما طبعا فاما نرجع مره تانية نسيت والله اللي كنت هقوله ايه، كنت بقول لي قبل كده الام اما نرجع اللي انا عايزه ايه، ان انت تحس انك ليك دور. بس ده اللي انا كنت عايز اقوله، حذاري يا شباب انك تعيش في الدنيا دي مالكش دور، حذاري سواء كان في العمل الانساني او العمل الاجتماعي او العمل السياسي او العمل الاقتصادي او العمل التربوي او العمل التعليمي او العمل الدعوي او العمل حتى في الفنون والاداب والحاجات دي كلها، او العمل الدراماتي او العمل الموسيقي الى اخره، لابد يكون لك دور، لابد يكون لك بصمه. ما ينفعش انت ابن امه كانت لها دور في صناعه نهضه في العالم كله، فانا لما اخش في العمل الانساني واخد الماجستير من المعهد اللي هو انا هعمل بالماجستير ايه؟ ايه هو الدور اللي انا هقوم بيه؟ لابد حذاري ما يكون لكش دور. لماذا؟ لان انا عايزك انت اللي بيعتلوا المنصات دي ويقفوا المجتمعات الدوليه والمؤتمرات الدوليه اقل منك بكتير، والله اقل منك بكتير، الا انها ازمه ثقه عندنا، ازمه لغه مش عارفين نتكلم، ازمه يعني ايه زي ما تقولوا معقوله هيقبلوني؟ لا انت ليك دور. انا بتكلم انجليزي بلهجه مصريه، يعني اللهجه بتاعتي بين 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 بين، واخد بالك؟ لكن اصبح ليا دور لان انا مؤمن ان انا عايز يبقى لي دور. فما نرجع للمستقبل، انت من دلوقتي المعهد اداكي منحه، ها حولي المنحه دي لفرصه لبناء المجتمع من خلال دور تقومي بيه. ان شاء الله يكون الدور ده قد كده، هتحسني فيه هتغيري، لكن تعيشي من غير دور ابدا لن اسمح لك. وانا متحديك اهو، مش انت تدي الطاقه الايجابيه؟ ها ما لازم كده باولو كويلو والخيميائي اخونا وبعد اختنا وبعد حاجه لك ان شاء الله، عشان بس ما تكلموش. يعطيك العافيه على الفور. عندي سؤال واحد بس. طيب في سياق عربي وجهة نظرك، هل تشوف ان الخطاب الديني اثر سلبيا على العمل التنموي الحقيقي؟ هو الخطاب الديني خطاب عاطفي، واهم شيء فيه لجلب الاموال وجلب التعاطف مع المؤسسات. انا مفروض مع الخطاب الديني احول اجلس مع هؤلاء الشرعيين او هؤلاء اللي هم رجال الدين، اعلمهم ايه هي ابعاد العمل التنموي وإيه هي أبعاد العمل الإنساني
وايه ابعاد الخطوره على ان لو كان خطابنا الديني صارخ هيوقف العمل التنموي والعمل الانساني. انا وظيفتي ان انا اجالس هؤلاء لانهم اصحاب مجالس يلتف حولها الملايين. يعني لو انت جيت عديت عدد المؤسسات الدينيه او المساجد اللي موجوده في بلد من البلدان هتلاقي بالالاف او عشرات الالاف او مئات الالاف، وعدد الجمعيات يمكن 1000 ولا 2000. فهو عنده كونستيتوينسي قوي جدا. فانا لابد ان اصالح هذا الامام او هذا الداعيه او هذا الشيخ بحيث ان احول الخطاب الديني بتاعه الى ان انا اعمل له خطاب انساني قيمي مجتمعي. انا احد التحديات اللي عرضتها على بعض المشايخ هي كيف نحول النص الديني او النص القراني والحديث الى قيمه مجتمعيه، ثم عمل مجتمعي، ثم مشروع مجتمعي، ثم بناء مجتمع. وده تحدي كبير جدا. انا عندي ايه بتقول كذا وكذا وكذا، انا اؤمن بها 100%، لكن انا عايز احول هذه الايه الى مسار مجتمعي. ده التحدي اللي انت كعامل في عمل انساني او في التنموي او الاجتماعي تحول هذا المسار وتقول له هذا هو الاصل. يعني لما تقعد سيدنا خديجه فدل عن تصف الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثه بانك ان الله لن يخزيك ابدا، فانك تقضي الضيف وتعين على قضاء تحمل الكل وتعين على قضاء حوائج الظهر الى اخره. فهي حددت فيه 4 أو 5 معالم مجتمعيه لسوشيال وركر قبل ان يبعث. شوف قد ايه السيده خديجه بفهمها الراقي لدور محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يبعث نبيا صلى الله عليه وسلم. فلذلك انت لابد والدكتور غسان وغيره تقعدوا مع بعض المشايخ الذين يستطيعون ان يستمعوا اليكم فيحولوا هذا الخطاب الديني الى خطاب مجتمعي قيمي اجتماعي يستطيع ان يجمع شتات القوم حول المسجد لكي يكون المسجد او الكنيسه لها دور انساني ودور قيمي ودور اخلاقي ودور اجتماعي في معالجه المشاكل اللي داخل المجتمع. طيب بس عشان ربا سمحت لك ربا. لا ما اختارش فيث بيزد. لا انا ضد الفيث بيزد. اوكي ما انا عشان هيك سالت من البدايه ما رايك. طب حاضر لماذا اسمها اسلامك؟ انا طيب هو في مرحله من المراحل اردنا ان نقول للعالم ان احنا كمسلمين قادرين على انشاء مؤسسه فيها من الحرفيه وتستطيعوا ان تحترموها بغض النظر عن اسمها ايه. ونجحنا ونجحت مؤسسات كتير في هذا الموضوع. كلمة faith based و non faith based دي كلمة بتقسم المؤسسات، أنا ضدها. يعني ضد تقسيمة نفسها. ويمكن قلتها كان في أكسفورد من أكثر من 10 سنين أو 12 سنة. قلت لهم أنا ضدها لأن أنتوا بتقسموا، أنتوا جايبين هنا أوكسفام وحبايبها في الحتة دي وحاطين إسلامك ليفو كريستيان إيد ليه؟ إيه الأمارة يعني؟ إيه الأمارة؟ وأنتوا بتعملوا كده ليه؟ أنا عايز أبقى فاليو بيزد. لوك أت ماي فاليو، بص للقيم بتاعتي في العمل الإنساني. بص لثقافتي في العمل الانساني واحكم عليا هتلاقي انا اوكسفام حته كده وانا وسيف ذا تشيلدرن زي كده. يبقى بتقسمنا احنا ليه؟ علشان بيجي الفند للفيث بيزد كده واللي غير فيث بيزد كده اهو. فده يعني ده كان رايي انا الشخصي وبالك وايه. فبالتالي لابد نعرف معنى فيث بيزد ايه. معنى فيث بيزد ان في مجموعه هنا تبع الفيث في مجموعه هنا مش تبع الفيث. اكبر المؤسسات مش تبع الفيث الا من رحم ربي زي الورلد فيجن هي من الفيث بيزد اورجانيزيشن. ها هو كريستيان ايد مش كبيره قوي ولا كافوت كبيره قوي لكن وورلد فيجن كبيره. لكن في الناحيه الثانيه في مؤسسات بسم الله مش ملياريه. فلذلك انت بالتالي تقول لهم انا عايز اوسع حكايه الفيث بيزد دي واعملها فاليو بيزد. ده كان رايي انا. ليت اس توك اباوت فاليوز. خلينا نتحدث عن القيمه الحقيقيه لعملنا الانساني في المجتمع. وليس ان انا مع انا مسيحي وانا مسلم ولا يهودي ولا بوذي ولا كذا ولا لا 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 لا. انت مالك بيا؟ انا جاي انا عشان اخدم الفقير والارمله ها واحط قيمي اللي هي جزء من قيم المجتمع اللي موجود. ربا وبعدين اخونا دكتور. لا احنا حكينا كثير عن الاثر الايجابي للعمل الانساني، كنا متفقين انه له اثر ايجابي. انا حابه اسمع من حدا خبير بهالمجال له باع طويل فيه، شو هي التناقضات بالعمل
الإنساني اللي أنت واجهتها أنت بعملك، آثار سلبية للعمل الإنساني، كيف تغلبت عليها؟ كيف سيطرت عليها؟ مثلا ممكن يكون في الفساد، رشوة، ممكن يكون هي ضمن المنظمة، أو شيء أنت شفته على أرض الواقع كان له أثر كبير، أثر سلبي كبير على المجتمع من العمل الإنساني. العمل الإنساني فاخترته ان في امن وامان للعاملين الانسانيين. وانا بحذر ده اللي احنا شفناه في البوسنه، البوسنيين شكلهم حلو يعني بغض النظر، ها، والسوريات بردك شكلهم حلو، مش السوريين، في حد سوري هنا راجل؟ ها، فحذاري انك ترسل اخ لوحده لاسره فيها ارمله، مرفوض مرفوض مرفوض، لان اسمعني اسمعني، او لوحدها يعني جوزها غايب عنها او الاخر، تعرفي ليه يا بنتي؟ لان هي مكسوره. يعني الكلام ده اللي حسيته من ايام البوسنه، وحسيت ان زي بعض الناس اللي مش مدربين وما عندهمش القيم الاخلاقيه الانسانيه الى اخره منهم، وللاسف يعني انا لو دخلت قد عيني تذهب لاي مكان في الغرفه وتلمح تلمح تلميحات، فلا بد ان دخلت انا اخش مع من يحافظ عليا ويحافظ على المرأة. فدي جزء من المشاكل اللي حصلت مع في المجتمعات دي كلها، واخده بال حضرتك، اننا نعمل من المرأة المسلمة والعربية منظومة تستطيع هي انها تقود مثل هذه المبادرات. انا ليه انا اخش على الاطفال وعلى النساء؟ لان حتى لو مش من الناحية الدينية، من الناحية الاخلاقية، في ناس في النساء زين، لما خدنا احنا البنات معانا في الصومال وخدناهم معانا في كينيا، اول رحله للصومال خافوا مننا، كنا بليحه كبيره جدا والتراب احمر وكان شكلنا يعني زي الشياطين. تاني مره لما خدنا ثلاث بنات، واحده انجليزيه واحده امريكيه واحده بريطانيه، يعني يا سلام على الاطفال وعلى النساء في منتهى السعاده، طبيعه نيتشر. فلا بد انت قبل ما تسالي السؤال ده تقولي انا دوري ايه في العمل الانساني، والشيخ ده يخرجني ازاي عشان امنع هذه المشكله التي قد تحدث. احنا في اول ما كنا عاملين في الاغاثه كنا عاملين بوليسي ممنوع غلق الباب، دخلت اخت عندك ممنوع. دلوقتي السيف جاردنج الاعلان، مش حاجه اسمها سيف جاردنج، سيف جاردنج احنا عملناه، رجعوا يقولوا هنعمل نعامل الناس زي ما المسلمين بيعملوا، ممنوع او تفتح الستاره بتاعه الغرفه لما كان فيها الكرتن دي علشان تبقى انت قاعده مع السكرتير او حاجه زي كده والناس كلها شايفاك. فده كل الحاجات دي حصلت، مفيش عمل من غير فساد، وما فيش عمال ملائكة، لكن انت لما بتحط القوانين وتراقبيها وتتبعي هذه القوانين هتمنعي الفساد وتمنعي اللي هو الاشياء اللي بتحصل دي كلها، واخد بالك؟ بتاعت اوكسفام فترة الحرب في البوسنة انه ما كان العمل كثيرا يعني ساهم في افساد المجتمعات، وكثير كانوا بدهم يجيبوا ناس من البوسنة زي ما تفضل الدكتور، وبدهم الناس يتبنوهم هنا، وحالات زواج صارت موثقة اكاديميا يعني موجودة، هذه في تروي قصة عمل المؤسسات الإسلامية اللي كانت موجودة في البوسنة. طبعا زي ما حكى الدكتور انه الكل كان عايز يروح يشتغل في شرق اوروبا في ذلك الوقت. لا حقيقي هو بس حقيقي وحصل في تجاوزات من بعض العاملين في الامم المتحده. انا هقول لك حاجه، يعني احنا في فساد الامم المتحده في البوسنه ان كان في عمل شبكات دعاره، شبكات دعاره انا بقولها اهو، ايوه، بمعنى ايه؟ بمعنى كان في اتفاق، لقوا ان في ديسكو في توزلا وكذا، وفي بنات جايه من رومانيا ومن بولندا ومن المجر، دخلوا زادوا من غير تاشيره، مين دخلهم؟ كان في تواطؤ ما بين البوليس البوسناوي، ها، اللي كان بيكون نفسه ساعتها، وما بين اللي هو بعض الموظفين في الامم المتحده، حتى في كونغو الديمقراطيه مسكوا شبكه فيها 500 بنت، فيهم 13 بنت اقل من 15 سنه، وفي بعض ناس من الامم المتحده متورطين فيها من موظفين الامم المتحده. فالامور دي لو انت مش بتظبطيها بانك بتختار الموظف بتاعك، تختار المتطوع بتاعك، بتؤهليهم وبعدين بتبعتي نساء. يعني احنا مشكلتنا يا اخت ربا يا اخ غسان انت، ان دور المراه العربيه والمسلمه في العمل الانساني مضمحل ان لم يكن معدوم.
طب انا هعمل النساء والبنات اللي موجودين دول في اي حته ازاي وانا واحنا رجاله 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 واخد بالك؟ فلذلك انت معركتك مش هتكون معايا انا، معركتك هتكون مع الشيوخ. تعالوا هنا افتونا ازاي نخرج بنات كمجموعه ونحل مشكله المحرم او المحرم، واخد بالك؟ ازاي نخرجها دي وبالك عشان نحافظ، لان 60-70% من اللاجئين واللاجئات نازحين نازحات هم نساء واطفال، يعني فيري فولنر. اخر سؤال لحضرتك ولا خلاص؟ خسرت على الباب على الباب دي، انت هتاخدني بره وتمسك لي ده هيضربني بقى ده. طيب نختم. اشكرك دكتور هاني شكرا جزيلا وممنون كثيرا لحضوركم، وتخيل انها فرصه غير عاديه انك تلتقي بدكتور هاني. طبعا نجوى لا تضيع الفرصه. ليش؟ دكتور بدل على الدراولات ممكن تحكي عن ماشي بكره فرصة غير عادية للنتوركينج. الآن طلعي كارتك زي ما اتفقنا، المفروض أنه الكل يكون معاه كارته ويتبادل الكود وأنه تاخده الكونتاكت ديتيلز بتاعته.